السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من جديد. كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. لعبة اليوم اسمها The Pathless، لعبة رهيبة ومميزة. واللعبة عبارة عن القصة في جزيرة، الجزيرة هذه عليها لعنة، ففيها أشرار وفيها لعنة، فكل من حاول أنه يحارب هذا الشر الكبير الموجود على الجزيرة فيموت. فحرفيا كل المحاربين اللي حاولوا أن ينقذون هذه الجزيرة ما قدروا ينقذون هذه الجزيرة، فبالتالي يلتقي عالم البشر مع عالم الأرواح. فأنت راح تلعب بشخصية، الشخصية هذه راح تحارب قوة الظلام وتحاول أنها ترجع النور لهذه الجزيرة وتنقذ الأرواح البريئة. فاللعبة جدا مميزة، والآن راح نشوف اللعبة. طبعا الآن وصلنا إلى الجزيرة، الآن نبحث عن المكان اللي راح يدخلنا في قلب هذه الجزيرة لمحاربة هذا الشر. الآن خلينا ندخل في هذا المكان ونستكشف. هنا أستخدم R2 حتى أقدر أضرب هذه العلامة اللي موجودة. هذه العلامة الفائدة منها، طبعا في البداية كنت أتمرن فيها وأجرب إيش الفائدة منها، هي تعطيك طاقة، والطاقة هذه تخولك أنك تسرع في هذا المكان. فأنا راح أضغط L2 بحيث أنها تعطيني سبيد، فكل ما ضربت هذا الهدف اللي باللون الأحمر فيعطيني طاقة فأقدر يزيد عندي السرعة. واو، طبعا هذا نسر، فخلينا نستكشف ونشوف ايش المشكلة اللي موجودة مع هذا النسر. طبعا في علامة هنا، هذه العلامة عليها القوة الشر، فأتوقع انه هذا النسر عليه لعنة نوعا ما، فما يقدر انه يتحرك. فالآن راح أجمع هذا اللي تشوفونه الآن اللي أعطاني إياها، فراح أجمعها حتى أقدر أفتح هذه الأماكن وأشيل اللعنة من على هذا النسر وأساعده. فيلا نبدأ. فندخل في هذا المكان ونستكشف. الآن لا تلاحظون أنه في تقريبا نفس القناع. نلبس هذا القناع، تمام. فلو تلاحظون أعطاني رؤية في هذا المكان، رؤية باللون تقريبا السماوي، قناع رؤية الأسرار والعلامات البارزة البعيدة. طبعا لما أضغطها راح يوريني خلف الجدران أو الأماكن السرية اللي أحتاج أنا مثلا إني أفتح باب معين، أو زي هذه العلامة الحمراء الآن اللي تشوفونها، هذه الأماكن اللي لازم أنا أروح لها وأفتح هذه الأماكن. فهذه ميزة جديدة اكتسبتها المحاربة. طبعا الآن أنا عندي هذا الشيء اللي موجود عندي، فحتى أقدر أزيل اللعنة اللي موجودة على هذا المكان. فالآن حررت هذه المنطقة، ففي مناطق ثانية لابد أني أحررها حتى أقدر أحرر النسر من هذا اللعنة. طبعا هذا هو المكان الأخير، الآن نفعلها ونزيل هذا الشر الموجود حتى نقدر نحرر النسر.
الآن راح نتجه إلى النسر حتى نحرره بالكامل. فيلا يا أخي رهيب مرة. طبعا هذا الشرير جاء من جديد في قفا هذا المكان لا يصلح البشر. طبعا هذا اللي أغرق العالم كله في الظلام، فأنا راح أحاول قد المستطاع أني حارب هذا الشر. فعلا لعبة جدا مهمة. طبعا الآن لابد أني أصعد إلى الأعلى حتى أقدر أحرر اللي شفتوهم. أوه هذا النسر، هذا النسر اللي كان شفتوه توه كبير. حليل الوجود ناطفة النسر، فأضغط عليه الآن. طبعا الآن في البداية خايف، أحاول أني الآن راح أزيل هذا الشيء اللي عليه فكي يستعيد قوته. لاطف النسر كي يستعيد قوته، فأمسح عليه حتى يستعيد القوة الكاملة. فلازم أزيل هذا كله بالكامل. خلاص الآن بإمكاني أني أخرج. فكذا استعاد الطاقة الكاملة النسر.
الآن في بوابة هنا مغلقة بالكامل، فما أقدر أعدي هذا المكان، لابد أن يكون في شيء في هذه المنطقة حطها حتى أقدر أفتح هذا الباب. طبعا لابد أن أفكر بفكرة فأرجع لهذا المكان. أها، فالنسر الآن أعطاني فكرة أنه يقدر يشيل هذا أي كان حديد، فأقدر حط هذا القاعدة الآن في هذا المكان المربع حتى يفتح الباب. فكل اللي علي أني أعطي النسر، أضغط الدائرة فأعطيه أنه يشيل هذا القطعة من الحديد حتى يقدر يحط لي إياها هنا في هذا المكان. فتقريبا كل الأبواب راح تكون في نفس هذا الطريق. فيلا نكمل. صراحة فكرة مرة رهيبة أنهم خلوا في هذه القصة مساعد لك وهو النسر، فصراحة شيء رهيب مرة رهيب. فالآن حطينا الوزن في هذا المكان حتى أقدر أفتح البوابة هذه وأخذ الوزن الثاني. فنحتاج الآن أني أحط وزن 2 في هذه المنطقة، فراح أحط واحدة هنا واحدة هنا حتى أقدر أفتح هذا الباب. يا أخي شكرا لك، خليني أمسح عليك كذا شوي. مرة كيوت صراحة، شكرا على المساعدة. يلا نكمل الطريق. طبعا الآن النسر خايف ما يقدر يشيل هذا الوزن بسبب الشر اللي موجود في هذه المنطقة، فبالتالي هو أكيد يتذكر حتى الوحش الكبير اللي قابلنا، وحتى هذا المكان الآن عليه تقريبا حماية من الشر، فما أقدر أنا أعطي النسر أمر بأنه يشيل هذا الوزن لأنه ما راح يقدر يشيله. فالآن لابد أن نبحث عن خاصية أو ميزة تبطل مفعول هذا المكان حتى نقدر ناخذ هذا الوزن حتى نقدر نفتح الباب. فيلا نستكشف. الآن حصلنا على الزر اللي يبطل مفعول الشر، فالآن أقدر أخذ هذا الوزن حتى أقدر أفتح هذا الباب. ويلا نكمل. النسر هذا مرة ذكي. فالآن راح أستخدم الإكس وأرجع أضغط على الإكس تبل إكس مرتين فيقدر النسر يرفعني. فالآن عندي خاصية بإمكاني أني أنقز من مكان لمكان بمسافة بعيدة عن طريق مساعدة النسر. فيلا نكمل.
طبعا وصلنا الى هذا المكان في كريستال، راح اخذ الكريستال الان بالكامل. فالان يمكن المزيد. فالان هذا الكريستال راح يخولني اني اقدر اطير في الهواء، يعني اقدر مثلا اطلع هنا فوق، فعندي التحليق. فالان نبدا، يعني اضغط اكس مره ثانيه فيقدر النسر يرفعني الى فوق. هذه مهاره جديده اكتسبتها المحارب. Halo Senva. طبعا وصلنا هنا حتى نقدر نفعل هذا البرج ونزيل منه هذا اللعنة. طبعا فجأة المكان تحول إلى اللون الأحمر. أتوقع نفس الوحش اللي شفناه له لقطة من القصة. اي نعم هذا هو الوحش. فخليني نشوف، لا تتحرك في الضوء. فهنا ينبهني اني وقت الضوء اني ما اتحرك، لما يختفي الضوء اقدر اتحرك من هذه المنطقة. وهنا وصلنا إلى منطقة تحتاج شوي أنك تحل هذا اللغز لفتح هذا الباب. فلو تلاحظون هنا في أربع علامات، الأربع علامات هذه لابد أني أرمي السهم هذا اللي معي بحيث أني أقدر أفتح هذه البوابة. فيلا نحل هذا اللغز حتى نقدر نفتح البوابة. طبعا بعد فتح البوابة هذه اللي موجودة الآن الثانية، الآن في لغز جديد بحيث أني لابد أني أفتح هذه البوابة حتى أقدر أخذ الوزن وأفعل الباب الثالث. طبعا هنا ميزة القناع اللي لابسه، أول ما أضغط على المثلث راح يخول لي أني أدخل في هذا المنطقة، فأقدر أخترق هذه المنطقة عن طريق ميزة هذا القناع. الآن أنا أحتاج وزن ثاني، فرح أرجع للمنطقة القديمة اللي خلفي ورح أخذ وزن وأجيبه هنا. فيلا نكمل.
الآن وصلنا إلى آخر برج حتى نفعله حتى نقدر نزيل هذا الشر. الآن لابد أني أدخل داخل قلب اللعنة تقول وطهر ابني سيرينوس الملعون محبوس بداخلها. طبعا ابنها بداخل هذه المنطقة، فأنا لابد أني أدخل في قلب هذا المكان وطهر هذا الشر وساعد على استرجاع ابنها. فيلا نكمل. طبعا هذا هو الوحش أو اللعنة المسيطرة على هذا المخلوق، فحاول قدر المستطاع أني أضغط على المثلثات هذه اللي تشوفونها حتى يعطيني تسارع حتى أقدر ألحق هذا الوحش وأطرد الشر من داخله وأساعد على استرجاع الروح الطيبة اللي فيه. تبدأ المعركة الفعلية مع هذا الوحش، فراح نتقابل وجه بوجه حتى أزيل اللعنة من على هذا المخلوق. ويلا نكمل.
لو تلاحظون معركة جدا شرسة، فلابد أن في معركة أخيرة راح تقابل ما حتى أزيل هذا اللعنة من على هذا الوحش أو المخلوق. وطبعا مسكين لكن عليه لعنة خلته يصير وحش، فأنا حاول قدر المستطاع أني أرجع من جديد الوحش وأزيل هذه اللعنة. يلا نكمل. طبعا هذا هو طلع أزلنا منه، يا أخي كيوت، أزلنا منه اللعنة. فهذه طريقة اللعبة، أنك تساعد هذه المخلوقات أنها ترجع إلى طبيعتها. فالآن أعطاني سهم جديد، فتقريبا هذا كل شيء. حبيت أعطيكم فكرة عن اللعبة وطريقة لعب اللعبة، فعلا لعبة جميلة جدا مميزة. فالآن رجعنا إلى هذه الجزيرة الحياة فيها أو النور، فلسه المهمة ما انتهت، فلا بد أني أنقذ كل المخلوقات ورجعها إلى طبيعتها. فشكرا، مع السلامة.